تعالى انا وانت نروح لبلجيكا. بلجيكا طبعا معانا على زوم المدرب الكبير واحد المدربين العرب اللي بيمرنوا في الدوري الاوروبي نادي سيركل بروج البلجيكي، رادي الجعايدي نجم المنتخب التونسي، ويمكن من الاسماء اللي كانت ليها شرف اللعب في الاولمبياد، في اولمبياد اتلانتا 92 مع المنتخب التونسي. بنرحب بيك يا جعايد معانا في قناه النادي الاهلي، منورنا ومشرفنا. السلام عليكم هاني، تحية ليك وتحية لكل المشاهدين والضيوف الكرام. متشكر على المقدمة هذه، وان شاء الله يعني نقوم بحوار ممتع مع بعض ان شاء الله. لا طبعا دايما بتنورنا راضي، وبنتمنى لك طبعا التوفيق مع ناديك هنتكلم عليه، لكن عايز اعرف طبعا انت من العناصر او من اللاعبين اللي شاركوا في اولمبياد اتلانتا 92، انت كلاعب ودلوقتي لما بتفتكر ذكريات الاولمبياد يعني شعورك ايه، وتواجد اي لاعب على مستوى العالم في الاولمبياد بيمثل له ايه؟ بالطبع هو يعني مشاركتي في أتلانتا 96 كانت يعني من أول المشاركات يعني اللي قمت بها في مع الفريق القومي التونسي، وكان شرف لي كلاعب تونسي يعني نشارك في الألعاب يعني الأولمبية، اللي هي يعني ما هيش يعني سهل الدخول يعني للألعاب هذه، ففي لاعبين كبار ما لعبوش في الادوار هذه وفي الدورات هذه. كان شرف لي يعني نحمل العلم التونسي بالطبع، وشاركت يعني في الالعاب الاولمبيه 92، كانت ذكريات كبيره ياسر. كنا عندنا جيل يعني كما يعرفوه المشاهدين والمشجعين المصريين يعني حسن الجيبسي، ماهر الكنزاري، وخالد بدره، يعني كانت عندنا جيل ممتع في الفتره هذيك، وكانت يعني فرصه لتقييم يعني المرديد نتاعنا والاداء نتاعنا ضد فرق مثل البرتغال والارجنتين وامريكا. كان هو الفريق يعني المنظم للدوره، يعني كانت مجموعه صعبه برضه يا راضي، بالرغم من اللي بالطبع. نعم، عايز اخد رايك في هل الاولمبياد خاصه على مستوى كره القدم بتكون نقطة انطلاقة للاعبين للاحتراف الخارجي، ويمكن ده حصل يمكن مع منتخبنا وانطلاقة محمد صلاح بعد الأولمبياد لمشوار احترافي أكثر من رائع، شايف ده إزاي؟ وهل ده من أهداف اللعيبة الموجودة في الأولمبياد إنها يكون عندها نقطة انطلاق للاحتراف العالمي، خاصة بنتكلم على الفرق الأفريقية والآسيوية بشكل خاص يعني؟ بالطبع هي يعني دورة كبيرة ياسر يظهر فيها اللاعبين الشبان، خاصة نعرفوا اللي يعني العمر تحت 23 سنة، يعني في الفترة هذيك اللاعبين ينتظروا فرصة مثل الدورة هذية لي يعني أن يعني يوريوا أدائهم، الأداء متاعهم ضد فرق أخرى. وبالطبع أنا حصل لي هذا يعني عام 96 لعبت في أتلانتا، وبعد هي كان قام استدعائي في الفريق القومي الاكابر. يعني هذه فرصه لاي لاعب يعني تحت 23 سنه او لاعب شاب عنده المهارات يظهر مهاراته يعني والاداء نتاعو في الدورات في الدوره هذه، وممكن يكون يعني نقطه انطلاق للمسيره نتاعو. صحيح، لو اتكلمنا انها تكون نقطه انطلاق لبعض اللعيبه، هل في اعتقادك دوره طوكيو 2020 قد يعني نشوف بعض المنتخبات الخارجه عن التصنيف العالمي؟ احنا شفنا طبعا في اتلانتا وفوز المنتخب النيجيري بذهبيه اتلانتا 92، هل في طوكيو 2020 ممكن نشوف بعض المفاجآت؟ هل بعض الفرق ممكن تحصل على ميداليه ذهبيه؟ والله هو يكون في الوقت الحالي هو في المباراة الثانية ممكن صعيب التكهن، لكن نعرف دائما المنتخبات الجنوب أمريكية أو المنتخبات الإفريقية ديما تقوم يعني بالمفاجأة في الدورات هذه. الفرق الكبرى مثل أسبانيا والأرجنتين برازيل يعني نعم يعني هذوما ديما فرق يكونوا عندهم شبان وعندهم الأداء وعندهم النتائج، لكن أغلبية الأحيان يعني في فرق مثل كما نشوفوا يعني فرق مثل كوت ديفوار، فرنسا،
ما صعفناش الحظ ممكن الفرق العربية في الأداء في المباراتين الاثنين، لكن إن شاء الله يعني ممكن نشوف فرق يعني مثل الساحل العاج أو الكوت ديفوار يعني يقوم بمفاجأة بالنسبة من إفريقيا. رادي، طبعا احنا عارفين ان انت دلوقتي طبعا بتدير القياده الفنيه لسيركل بروج البلجيكي، وبدا الموسم الحالي للمنتخب البلجيكي. عايزين نعرف اهدافك بعد طبعا موسم كان اللي فات موسم صعب جدا، وقدر سيركل بروج يبقى في الدوري البلجيكي. طموحاتك مع سيركل بروج، وشايف الدوري البلجيكي ازاي؟ بالطبع يعني هي مغامره بالنسبه لي شخصيا، مغامره جديده. نعرف والجمهور المصري يعرف اللي طموحي يعني يكون مدرب أول في فريق يعني كبير خاصة في أوروبا، لكن نعرف يعني الفرصة ممكن تجي في أي وقت. لكن أهدافنا مع الفريق البلجيكي سيركل بروج هو يعني تكوين فريق ممكن يلعب على الادوار الاولى، خاصه الادوار الاولى الثمانيه اللي هي تعطينا يعني فرصه نشاركه في البلاي اوف. هذا يعني ممكن الطموح للفريق، ولكن شخصيا بالطبع يعني اطمح باش نكون مدرب اول في فريق كبير او فريق يعني عنده مشروع ممكن يوصلنا للنجم. احنا عارفين كمان يا رادي ان سيركل بروج هو يعني عنده توأمة مع موناكو الفرنسي، هل من طموحاتك وان شاء الله احنا طبعا كعرب نتمنى وجودك في نادي كبير وتمثل المدربين العرب، هل من طموحاتك اداء ان شاء الله على مستوى عالي جدا مع سيركل بروج السنه دي، ويكون ليك اداره فنيه في الدوري الفرنسي من خلال قياده نادي كبير زي نادي موناكو؟ ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا؟ هو يعني العلاقه ما بين الفريقين في علاقه كبيره ياسر. الاتصالات يعني تقريبا كل يوم مع فريق موناكو والاداره، ولكن زاد عندنا لاعبين من موناكو يشاركوا معنا في فريق سيركل بروج، يعني هذه ايجابيه، وهذا من يعني الحاجات اللي يقوم بها هو تقييم اللاعبين هذم ويعني الاتصال بموناكو. وبالطبع علاش لا، كل شيء زايج، نهار اخر نشوفوا رادي عادي في موناكو او في فريق كما قلت لك يعني او في البريمير ليج، او عوده للبريمير ليج، او نرجع الى اجريتلا، صحيح، او يعني كما شفنا يعني ممرنين توا في افريقيا، يعني تحلت الابواب في العالم توا. يعني بالنسبه لي راديج عادي في الوقت الحالي يعني نطمح لمشروع رياضي يعطينا يعني الانتصارات، وبالطبع تكوين فريق ينتصر بالالقاب. هذا هو يعني طموحي الحالي، هو يعني الامساك بفريق للانتصار بالالقاب في الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا انتصار بالالقاب طبعا اكيد اكيد، وكمان اعتقد تجربه موسيماني مع النادي الاهلي وحصوله على يمكن 4 أو 5 بطولات في فتره صغيره، وطموح المدرب الافريقي دلوقتي كمان خرج الى الطموح الاوروبي. عندنا عناصر مهمه جدا، انت بتمثل بلدك وبتمثل افريقيا في الدوريات الاوروبيه، ما فيش شك ان الامور صعبه لان في مدربين كتير جدا على مستوى عالي في اوروبا، لكن يبقى الطموح قائم ويبقى الامال قائمه بالنسبه لرادي جعيد ان يدرب في يعني في الدوري الفرنسي او في البريمير ليج قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بالطبع يعني تكويني في التمارين يعني تكويني انجليزي. أوكي. يعني لي 20 سنه في انجلترا، وتكونت مع ممرنين ومدربين مثل موريسيو بوكيتينيو ورالف هوزن هوتل، الممرن الحالي لساوثامبتون ورونالد كومن. يعني كانت عندي علاقه يعني مع الممرنين هذوما، وتعلمت منهم الكثير. وفي الوقت الحالي يعني كما قلت لك يعني توا يعني حاجتي الامساك بالمشعل كمدرب اول، وكما قلت لك يعني موسيمانو كما ذكرت موسيماني يعني يأكد انه المدرب الافريقي عنده يعني الامكانيات بانتصار بالالقاب، ولكن تكوين فريق يعني يلعب اداء جيد مثل الاهلي المصري، وذي يعني طموح من طموحات اي ممرن كيفي انا. رادي جعيدي طبعا نجم المنتخب التونسي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في النادي الاهلي، ولينا لقاءات قريبه ان شاء الله. شكرا جزيلا.
إن شاء الله. السلام عليكم.